اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. برحب مره اخرى بضيفي المواطن المصري الاستاذ محمود دياب، وبنكمل مع بعض حلقتنا وبيشاركني رؤيه للاخبار اللي بتحصل في مصر. النهارده شخصيه اليوم، احنا عندنا كده فقرات ثابته. شخصيه اليوم طالبه مصريه، مهتاب ايمن محمد عزيز، ده اسم يعني لازم نفتخر بيها، طالبه في الثانويه العامه. وزير التربيه والتعليم كرمها والتقى بيها ووعدها انه هيكرمها في حفل عيد العلم، وقال كمان انه هيشتري سندات او شهادات استثمار باسمها ب 1000 جنيه في شركه تنميه محور قناه السويس، فضلا عن دفع احد الرعاه مصروفاتها الدراسيه في اي جامعه خاصه تختارها حتى الانتهاء من دراستها الجامعيه. ليه؟ بسبب مهتاب القمر دي عندها سرطان في المخ من 3 سنين. لا حول ولا قوة الا بالله. وبتاخد كيماوي. وانتوا عارفين هذا العلاج بيعمل ايه. لكن مهتاب رغم كل الظروف، انا بقول ده علشان الطلبة المرفهين. واللي يعني ايه يقول لك اصل النور، اصل المدرس، اصل مش عارف ايه، وفي النهاية كسفنا. مهتاب رغم كل الظروف على مدى 3 سنوات في مواجهة هذا المرض كانت بتنجح وبتذاكر وبتتفوق. تمام. رغم ان اللي كان بيحصل بيأثر اكيد على الذاكرة. طبعاً. وعلى التركيز ويهز اي حد طبعا. لكن مهتاب يعني مهتاب انا يعني بنحني ليكي. مهتاب الو مساء الخير. أيوة. يا مهتاب الو. ايوه مساء الخير. اهلا حضرتك استاذ خيري. مهتاب ممكن تقفلي صوت التلفزيون لو سمحتي؟ ايوه. الو ايوه كده سامعاني كويس؟ حضرتك انا سامع حضرتك. عايز ابارك لك. الله يبارك في حضرتك وحييكي واقول لك انت تشرفي مصر كلها. شكرا جزيلا لحضرتك. ما انت تعبت من امتى؟ انا تعبت في سنة 2011. انا كنت في الصف الثاني الثانوي النظام القديم. الحكاية ظهرت اني انا بيبدأ عندي بيجيلي زغللة وبشوف كل حاجة مزغللة، وكنت جالي يعني زغللة يعني اي كلام ممكن اقراه بيبقى سايح على بعضه، مش قادرة اميز الاشياء. كنت اتفرج على مثلا حاجات معينة انا عارفة مكانها الاقيها منقولة من مكانها. ده كان بداية ان انا عرفت ان انا تعبانة، واللي شخصني كان دكتور رمض، وتشخيصه كان في الحقيقة تشخيص مبهر، لان هو قدر بمجرد ان هو شاف بالجهاز قدر يحدد ان التعب اللي عندي ده مش رمض، ان ده سرطان. وهو قال لي قعد يحدد بالقلم، قال لي انت لما بتبصي من المنظور ده انت بتشوفي الالم دبل، انت لما بتبصي كده انت بتشوفي الصوره واضحه، انت كده انت مش شايفه الصوره اساسا. فهو في الحقيقه كان ليه فضل كبير انه يعني شخص تشخيص صحيح، وقال ان ده يعني عايز دكتور مخ واعصاب مش دكتور رمض. نعم. وبعدين بس بعد كده احنا توجهنا لإسكندرية لدكاترة المخ والأعصاب. كان نصيبي ان انا دكتور يسري العدوي. هو اللي عمل لي العملية، وهو من اشطر واكثر دكاترة المخ والأعصاب في إسكندرية ويعتبر في مصر كلها، وهو دكتور خلوق الى ابعد الحدود، ودكتور يعني انا يعني اشكره شكرا جزيلا، لان هو انا لما رحت له الحاله لان انا حالتي كانت صعبه، يعني انا كنت واصله لحاله متاخره، لاني انا كان عندي ان في الميه على المخ والضغط على العصب البصري هي اللي مأثره ده. فهو قال ضروري جدا ان انا لما رحت له صباحا، ولدرجه انه لغى عمليه ودخلني مكانها لان الحاله كانت لا تتحمل
ان يبقى بعد 24 ساعة، ده كان قرار مهم وسريع. نعم. وده تم يوم 11/12/2011، ده كان يوم عيد ميلادي، كنت بتم 16 عام. تمام. عملت ايه بقى بعديها؟ بقيتي كويسة؟ انا بعديها انا دخلت عملت العملية وطلعت من العملية وفي الإفاقة. أنا بعد كده دخلت بعد حوالي 6 ساعات من الإفاقة، دخلت في غيبوبة استمرت لمدة 21 يوم، 3 أسابيع. وبعدين أنا لما فقت من الغيبوبة كان عندي الجزء الشمال، الإيد والرجل مش بيتحركوا، وكنت بتلقى في المستشفى بعض الجلسات البسيطة الأولية للعلاج الطبيعي، إلا أني أنا خرجت من المستشفى على كرسي متحرك، ولكن مع الإرادة والأمل أنا رفضت أني أكون عاجزة على كرسي متحرك. أنا كان عندي إرادة الحمد لله أني أنا أستغنى عن الكرسي المتحرك، وإن كانت ذلك كان مرهق ومتعب نفسيا، ان انا ولكن اكيد انا ارى ان كل حاجه بتيجي بالتدريج، بس لازم يبقى عندي امل واراده قويه وايمان بالله، لان انا لو مش عندي 3 دول، لو فقدت واحده منهم انا ما كنتش هقدر ابقى مع حضرتك دلوقتي. صحيح. ودي يعني دي حقيقه، وبجد حقيقه دي رساله امل وتفاؤل. انا لازم ابقى مؤمنه ان ربنا موجود، ابقى مؤمنه بالله، وابقى عندي القدره والتفاؤل والامل والقوه على التحدي، لان اي حاجه في الدنيا ممكن تحصل للانسان مهما كانت قويه او مهما كانت صعبه، بس انا باراده الانسان لو الانسان عايز يغير حاجه صحيح يغيرها. او انت لسه يا مهتاب بتتعالج لغايه لسه بتتعالج لغايه دلوقتي؟ أنا حاليا بنزل متابعات كل 3 شهور. طبعاً. نعم. جبت كام في الثانوية؟ أنا جبت 65.7. كنت بتعرفي تذاكري ازاي في الظروف دي كلها؟ في الظروف دي كلها أنا أولا يعني أنا يعني المذاكرة بالنسبة لي كانت مرهقة بعد شيء، بس بالإرادة الحمد لله. يعني أنا كانت دروسي كلها في البيت، كنت بطلع باخدها على السفرة، باخد الدرس، وبعض الأحيان كنت بتعب، وأنا كان ربنا منحني وهديني مجموعة من الأساتذة والمعلمين المحترمين اللي فاهمين طبيعة الشخصية اللي قدامهم وطبيعة ظروفها ومرضها، وأنا يعني أنا بكملهم كل الشكر والتقدير وكل حاجة كويسة أنا يعني حصلت لي كانت بفضلهم، وبفضل مامتي وبفضل بابايا. مهتاب أنت عايشة في مرسى مطروح مش كده؟ أنا عايشة في مدينة مرسى مطروح. بابا بيشتغل إيه؟ بابا بيشتغل مدير عام الدعم الفني في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح. وكان متحمل الإنفاق إزاي على مرض زي ده؟ والله هي فكرة الإنفاق، يعني أنا ما عامة يعني الإنفاق يعني قدرنا الحمد لله نخلص ال 30 جلسة إشعاعية، 6 جلسات الكيميائية. طب تحياتي ليكي واحترامي وتقديري وشكرك وتحياتي حضرتك. لو ممكن اقول رسالة صغيرة. اتفضلي قولي اللي انت عايزاه. ممكن اوجه رسالة مش فكرة طالب او طالبة، لكل انسان اتحط في ظروف صعبة او لكل انسان توفرت ليه كل حاجة مخلي لك هدف، صدقني اي حاجة ممكن تمر على الانسان هو يقدر يتحدى ذلك. انا عن نفسي تحديت وحش ما يسمى بالسرطان، يمكن انا بشوفه حاجة صعبة جدا، لكن اكيد في تجارب اخرى تحترم،
أنا كإنسان أنا لازم أبقى عندي القدرة والشجاعة على تحدي أي مشكلة ممكن تواجهني. فدي رسالة أمل وتفاؤل لأي حد في موقف ضعف. شكرا لحضرتك. أنا بحييكي وفخور بيكي، ومش عارف أقول لك إيه. يا سلام على لغتك وعلى انسياب الكلام وعلى الصياغة وعلى الإبداع اللي عندك. والله والله أنا مش مصدق اللي بسمعه بودالي ده بأمانة والله. ودي نموذج، يا ريت يعني كل شاب وكل شابة في مصر لو كانت زي كل سليم يراجع نفسه. والله وكل محبط وكل يائس والله وكل مريض تتغير. ربنا يشفيه. الأمور كلها تتغير والله. لو كل الشاب البلد عنده تتغير والله كلها. لو كل الناس عندها الإرادة دي والتفاؤل والوصلة بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى. ايوه ما غابش ثقتها في الله، ما غابش الايمان طبعاً. للحظه طبعا 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 طبعا. طيب معايا سيد الاستاذ محمد الشحات المستشار الاعلامي لوزير التموين. اهلا وسهلا استاذ محمد. ازيك يا استاذ خير وازي المشاهدين كيف حالك؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اتفضل استاذ محمد. اطار التواصل مع برنامجك الكريم اللي هو بيحظى بمشاهده عاليه كان يجب ان احنا ندخل مع سيادتك عشان نوضح بعض الامر بس بعد اذنك. اتفضل يا فندم وضح. وورد ان في حديث سيادتك ان بعض الخطوط الساخنه ما بتردش منها الكهرباء والتموين والقوى العامه. نعم يا فندم. احنا لسه امبارح حرصا على فصل الشكوى عن المنبع عن الوزاره بحيث ما بقاش فيه موظفين من الوزاره هم اللي قاعدين يتلقوا الشكاوى مما يجعلها بعد كده ان هي ممكن تبقى عرضه للاهمال او خلافه. فصلنا متلقي الشكوى عن موظف الحكومه المصريه اللي هو في الدوله عندنا التموين. عملنا بالتعاون مع وزاره الاتصالات خط ساخن موحد 19280 وده خط الكتروني اشتغل من 10 صباحا ل 10 مساء. نعم. يعني سيادتك بتتصل بيرد عليك حتى لو مشغول يقول لك انتظر معايا، ده خط الكتروني ومكانه في القريه الذكيه والشكاوى بتسجل الكترونيا. يعني ما ينفعش ما يردش، ما ينفعش ما نهتمش بالشكوى لانها بتسجل الكتروني. قلت لي رقم كام يا فندم؟ 19280 من 10 صباحا ل 10 مساء. امال 19468 ده ايه؟ ده اللي معلن عنه وده اللي منشور. كان لا يا فندم، ما احنا كنا عارضين اربع ثلاث خطوط 19805 وزاره التموين، 19468 من حيث المستهلك، 16528 وزاره مجلس الوزراء. ولكن حصل من السيادة الوزير ان يبقى في رقم واحد لتلقي شكاوى العيش والتموين والسلع التموينيه وخلافه. عملنا بروتوكول تعاون يوم الخميس اللي فات ده اللي هو اول امبارح مع وزاره الاتصالات، وفتحنا مجمع تلقي شكاوي كامل في شركه اكسيد. طب انتوا ليه عاملينه من 10 ل 10 يا استاذ محمد؟ يعني انا لو شفت فرن عنده كارثه بالليل وعايزك تلحقها، عايز اعمل اي حاجه. هو الفرن ما بيشتغلش بعد 10 يا استاذ خير. لا ازاي الفرن بتبقى 10؟ لا ازاي؟ انا معايا الاستاذ محمود مفتش تموين من المنيا اهو بيقول لي لا بتشتغل لحد الصبح. لا ما بيشتغلش لحد 10 وده كان ايه ده؟ ما هي دي المرحله اللي احنا يعني ايه ما بتشتغلش لحد 10 يا سيدي؟ بقول لك معايا مفتش تموين بيقول لي عندنا الفرن بتشتغل بعد 10 للصبح. من 3 بالليل لغايه 10 الصبح. يعني ما انا مش فاهم، بس ما انا عندي مسؤول واقع، انا عندي موظف بسيط يا فندم صالح من الوزاره. انا المنظومه اللي معاك المنظومه الجديده احنا في الاتصالات لسه فاتحينه اول امبارح من 10 ل 10، وارد قوي ان احنا نكمل 24 ساعه، احنا لسه فاتحينه يوم الخميس وبالفعل عشان حتى الجمهور، وارد ان احنا نطور الخدمه من 24 ساعه. يا ريت قول لنا الارقام ثاني يا استاذ محمد. 19280 19280 ده الخط الموحد، وارجو من السياده تساعدنا وتحطه للمشاهدين عند سيادتك يعني 19280. طب ثانية واحدة خليك معايا. 10 ل 10 خليك معايا يا أستاذ محمد. معاك يا فندم. نأسف لعدم تلقي المكالمة. مواعيد العمل من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء طوال أيام الأسبوع. كده تمام. أنا بقول لسيادتك هو الإلكتروني لازم يرد. ده الإلكتروني وده الرد، ده الرقم اللي أنت قلته 19280 واللي كان بيهرب بيه أو بيسربه أو أي حاجة. خلاص خلص المهمة بتاعته. وأتعشم في سيادتك إن ده رقم الموحد، تعلن للمشاهدين لأن ده رقم الموحد. إحنا أعلناه ويا ريت تراجعوا التوقيتات علشان طالما في أفران بتشتغل بالليل يا أستاذ محمد. وده هيحصل وده بالعكس دي خدمة إحنا حريصين عليها بإذن الله. مع سيادتك نحن حريصين عليها يعني. بشكرك جدا يا فندم، بشكرك جدا يا أستاذ محمد. طيب هستأذنك. فضل. عندنا تقرير من مستشفى بيجام. مستشفى بيجام دي في الأليوبية. تعالوا نشوف حالتها كانت مستشفى. تعالوا نشوف ونرجع تاني. أعوام عديدة مرت على منطقة بيجام بشبرا الخيمة دون وجود مستشفى أو مركز صحي لخدمة أهالي المنطقة، بعد انهيار المركز الصحي الوحيد الذي يخدم المنطقة في زلزال عام 92. دي كانت ساحة بيجام، كانت خدمة البلد دي بحالها.
فطبعا الجماعه اللي فيها في تشريخات جابوا لها ازاله. بقى لها 10 سنين على الوضع ده، فحاليا دلوقتي منطي وبجد ما فيش مستشفى. المساحه ساعه مستشفى مش ساعه صحه. ابن اختي توفى علشان ما لحقناش نوصله لحد مستشفى، مستشفى ناصر اللي هي مستشفى ناصر العام اللي هي اقرب مستشفى لينا تقريبا. طبعا جاله خرطوش برضه في الاحداث اللي فاتت او السنين اللي فاتت دي، وعلى ما لحقنا وصلنا بيه لحد المستشفى كان مات. مستشفى ناصر بعيد عننا ب 25 كيلو. طبعا انا راجل مواطن غلبان، لما مراتي تكشف ب 5 جنيه ولا تكشف ب 50 جنيه. انا بقبض 20 جنيه في اليوم. تروح تكشف ب 50 جنيه ولا تبقى صح هنا خدمات المنطقه؟ حضرتك شايفه ظروفي عامله ازاي؟ وجسمي تقيل ومش لاقي حد يشيلني يطلعني. ديت كانت موفره لي كل السبل، لا مؤاخذه لو عيل صغير بيزقني بالعجله بوصل للمستشفى وبتعالج. تعالي النهارده مش لاقي دكتور عيون، عايز افصل نظاره نظر مش لاقي. احنا عاوزين مسؤولين تيجي وتبني لنا المستشفى، تبني لنا المستوصف، تعمل لنا المطاف، تجيب لنا نقطه، تجيب لنا امن. نروح لرئيس الحي يقول لك هات لنا من اللجنه الطبيه ان هم مش قادرين يخلوا المكان. نروح لمامور القسم يقول لك لا ده مشكله لجنه طبيه. احنا مش عارفين نكلم مين. كل رئيس الحي بيرمي على اللجنه الطبيه، على الاداره الصحيه، والاداره الصحيه بترمي على المامور على القسم. احنا مش عارفين نكلم مين. وتحولت ارض المركز الصحي الى مقر للنزاعات والخلافات بعد ان تم استغلالها من قبل من اطلق على نفسه الغفير، ووصفوه اهالي المنطقه بالبلطجي الذي لم ينكر استغلاله لقطعه الارض المملوكه للدوله. انا واقف عليها غفير هنا، اقول لما كل واحد طمعان فيها عاوز يعملها يطلع لها مشروع فيها. انا حريص عليها، وابوي اللي عايز يخش عليها ويعمل لي فتوى عليها واللي يسحب لي سلاح عليها ويقول لي عايز يطلعني بالعافيه. انا متردد، يا هي فيها يا موت فيها يا حييت فيها، تتبني الحكومه فيها يبقى انا كده اسلمها بمهاره الله. مأساة يعيشها اهالي منطقه بيجام باحثين عن ابسط حقوقهم في الحياه، لم يكلوا من طلب حقهم منتظرين رد المسؤولين. بسنت ابراهيم، ممكن اسمع تعليق حضرتك الان. والله طبعا مشكله، يعني مش عارف الواحد يعلق عليها يقول ايه، يعني الاهمال يعني يصل الى هذه الدرجه ان يبقى في مستشفى قائمه وموجوده. طب مدير المستشفى فين حاليا؟ ما قدمش ليه تقرير مثلا؟ لا مدير المستشفى ايه ده، حمير وعربيات ماشي. طب مش كانت مستشفى، ما كانش مدير اتنقل خلاص، ما بقاش في مستشفى. طب هم هدوا المستشفى على انهم هيبنوها وما اتبناش حاجه. طب فين المتابعه؟ يعني فين المتابعه مثلا؟ سيد المتابعه عند المحافظ، والمحافظ ما بيردش على التليفون. وكيل وزاره الصحه في المحافظه، اللجنه الطبيه في المحافظه، الوزاره نفسها، مش دي مستشفى قائم وكان ليها ميزانيه وكان ليها عمليه؟ طبعا صراحه يعني تفوق العقل. يعني الاخطر منها ان اللي قالوا الغفير انها بلد ما لهاش صح، ان عندها ثروه وعندها ارض طبعاً. وكل واحد بيدخل عايز ياخدها. أيوة. وكل واحد يقول دي بتاعتي. طب فين الحكومه يا حكومه؟ عندك ارض حلوه هيروح لمين؟ ده انت لو اجرتها جراج هيجي لك فلوس وتبني بقى المستشفى. من 92 لغايه دلوقتي اقرب مستشفى لهذا البلد 25 كيلو. واحد جات له ازمه قلبيه لو وصل له الاسعاف هيتنقل 25 كيلو؟ البقاء لله. طيب يا جماعه الصوره بتاع الكعبه بتاع تونس علشان عامله لغط، احنا اتعودنا نقول لكم الحقيقه. صوره الكعبه الموجوده في ملعب تونسي والناس بتطوف حواليها وبيعملوا سعي صفا ومروه، وقال لك ادي حزب النهضه وعامل كعبه عشان الناس تروح تحج ليها وبتاع، الكلام ده مش حقيقي خالص. هذه تجربه، هم بيعملوا تجربه احنا بنطالب بان احنا ننفذها في مصر. هذه التجربه هي فكره تدريب على الحج والعمره علشان المصريين والحجاج لما بيسافروا ما كانش فاهم بيتعثر، فيبقى عنده خبره وكانه راح حج. دي تجربة عملتها ماليزيا، وأحسن حجاج بنشوفهم في السفر في ماليزيا. الماليزيين تلاقيهم منتظمين، فاهمين هما بيعملوا إيه خطوة بخطوة، لأن دي محاكاة. فالتجربة كويسة أوي في تونس الشقيقة ورائعة. يعني حزب النهضة ده عامل شوية كده، لا حزب النهضة عنده حاجات تانية، لكن دي ده تصرف كويس نتمنى إن احنا نعمله في مصر. يبقى عندنا تجارب حية للحجاج تبقى تبع وزارة السياحة، وزارة الداخلية لو هي لسه في الحج هتفضل. لازم يبقى في تجارب للحجاج خاصة البسطاء انهم لأول مرة يسافروا يعملوا تدريب حي على الحج والعمرة، ولا مش متفق معايا؟ لا متفق طبعا، لازم يكون في مكتات كده للمزارات كلها بما فيهم الطواف وبما فيهم السعي والصفا والمروة ورمي الجمرات، عشان ما يبقاش الواحد لما يروح أول مرة وكان يصطدم بواقع أول مرة يشوفه، يبقى هو كرر التجربه قبل كده. حتى لو ماكيتات اصغر من كده مش لازم تكون ماكيتات، يعني لا ده بيلف حواليها وكام لفه، ولما بتيجي فين بترفع ايدك وامتى تقبل الحجر. التدريب العملي يعني تدريب عملي ده احساس حلو. تمام تمام
لا تروق كويس والله. اه لا ما فيش مشاكل يعني. نعملها في المنيا يا ريت، احنا عايزين نعمل في المنيا اي حاجه. هنعمل ان شاء الله ان شاء الله. طيب يا رب. اخر خبر عندي، الجيش يدمر 1699 نفقا منذ بدء الحمله العسكريه لتطهير سيناء من الارهاب عقد 30 يونيو على لسان المتحدث العسكري للقوات المسلحه العميد محمد سمير، ربنا يوفقكم يا رب. تقول ايه للي بيتفرجوا عليك كده؟ نفسك تقول رساله لمين؟ لو قلت لك اختار من توجه له رساله الان، توجهها لمين؟ والله اوجهها للشعب المصري كله. تقول له ايه؟ انا اتمنى ان اشوف مصر في تجربه ماليزيا، في تجربه سنغافوره، في تجربه اندونيسيا، البلاد اللي بدات بعدينا، البلاد اللي ما عندهاش حضاره اصلا، ولكن كل واحد مواطن حس ان دي بلده فبدا يعمل، مش بيقول بس انا اللي بعمل، لا ده هو بيعمل علشان يعني انا بقى انا بحافظ على نظافه قدام بيتي علشان انا هعدي من قدام البيت وجاري هيعدي قدام البيت، في النظافه، في الشغل، في الضمير، في العمل، في يعني نفس كل مواطن يحس ان دي بلده حقه حقيقي ويعمل لكده. يعني انا بوجه الرساله دي للشعب المصري كله، ان كل واحد يعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لو كل واحد رضى الله سبحانه وتعالى في عمله وفي بيته وفي جاره وفي التعامل مع اهله والتعامل مع ناسه ويبدا بنفسه، اعتقد الامور هتتصلح ان شاء الله. تتصلح طول ما في ناس زيك شرفاء ومكافحين وبيحبوا البلد دي ان شاء الله هتتصلح. بشكرك جدا استاذ محمود دياب، المواطن المصري اللي يجب يكون حاضر دايما معانا، وهيكون حاضر ان شاء الله. بعد الفاصل هستقبل ضيف العزيز السيد اللواء دكتور سعد الجيوشي رئيس الهيئه العامه للطرق والكباري، هنفرح شويه في اللي جاي، هنشوف خطط وهنبتدي وابتدوا بالفعل، وخلال سنه هتكون منتهيه شبكه الطرق في مصر، هتتغير وهتعمل نقله. كمان عايز صديقي هاني الشامي بعت لي من المحله، وهو واحد من اصحاب المصانع في المحل، يقول لي ارجوك كل اصحاب المصانع في المحل بيشكروا السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء، لان ده هتساعدنا على اننا ننتج اكتر ونشتغل اكتر. وبيقول كمان دي معلومه انا ما كنتش اعرفها، انه خلى المحله زي 6 اكتوبر والعاشر من رمضان مناطق المصانع، يبقى الحكومه واخده قرار في كل المناطق اللي فيها مصانع، ده قرار محترم ويقدر. بشكركم، هطلع فاصل واسيبكم مع تقرير في ذكرى الفنان الراحل كمال الشناوي، ثم استقبل ضيفي العزيز. خالد صفوان الضابط الشرير في الكرنك ووزير الداخلية خفيف الظل في الإرهاب والكباب، وسعيد مهران الصحفي الفاسد في اللص والكلاب، ونبيل عاشق ليلى في سكر هانم، وكاظم النصاب المحترف في طقطق وريكا وكاظم بك. هو محمد كمال الشناوي، مواليد 26 من ديسمبر، برج الجدي، يحمل صفات برجه من موهبة وطموح ورومانسية. تخرج في كلية التربية الفنية وعمل مدرسا للرسم قبل بدء مشواره الفني. غني حرب كان أول أفلامه عام 1948، وتلاها فيلمي حمامة سلام وعدالة السماء، وخاض تجربة الإخراج مرة واحدة عن فيلم تنبلة السلطان. اشتهر بلقب دونجوان السينما العربية، وشارك بثنائيات غنائية مع أبرز نجمات جيله، فغنت له الرقيقة شادية على مهلك بكرة الدنيا تروح، كما غنت له الشحرورة صباح مين اللي قال زي العسل الحب مش زي العسل الحب نار نار مش عسل. بالإضافة إلى رصيد هائل في الدراما التلفزيونية أشهرها هند والدكتور نعمان، العائلة والناس، وزينب والعرش،
كما حصد العديد من الجوائز، منها جائزة شرف من مهرجان المركز الكاثوليكي عام 1960، وجائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم عام 1992. ومنذ 3 سنوات وفي مثل هذا اليوم توفي كمال الشناوي الذي أثرى السينما المصرية بأكثر من 200 فيلم. بسنت إبراهيم، ممكن.